تحت شعار الشركاء في أمن الوطن، نظم المجلس القومي للشباب لقاء بين الشباب وعدد من رجال الشرطة. اللقاء يستهدف تقوية الروابط بين الشرطة والشعب وتوضيح رؤى الشباب حول إيجاد حلول يمكن أن تترجم لآليات تنفذ على أرض الواقع. إزاي إحنا بنقول للناس إن هي تسامح الشرطة في كل اللي حصل على مدار فليكن 30 سنة، هكذا كان يدار الحوار بين الشباب ورجال الشرطة الذين جاءوا في مبادرة شركاء في أمن الوطن في محاولة من الشرطة والشعب لإزالة آثار الماضي وفتح صفحة جديدة بين كلا الطرفين. لازم يكون في تغيير جذري في الفكر وفي القيادات الموجودة، وهو ده اللي هيشجع وهيرجع ظباط. في مجموعة من الإجراءات احنا مترقبين وزارة الداخلية هي بتاخدها، وهي ان هي تاخد إجراء حاسم ضد كل من تجاوز حق الشباب في المرحلة اللي فاتت، محاسبة كل من كان سبب في استشهاد مجموعة من الشباب خصوصا أثناء الثورة، حساب كل من قام بقضايا تعذيب قبل الثورة. دي كلها خطوات وزارة الداخلية ابتدت تاخدها، وشايفين إجراءات كتير بتاخدها النيابة العامة تجاه مجموعة من الضباط، وده شيء بيريح المجتمع، بيحسسه إن في عدالة. رجال الشرطة معظمهم شرفاء، ويجب إنهم ينزلوا ويتحملوا شوية سخافات هتحصل، لأن كل حاجة بيبقى ليها توابع زي ما بنقول يعني. فهو الانسحاب اللي حصل ده خلى الشعب ما عندوش ثقة، لكن الشرفاء دلوقتي عايزين ينزلوا خايفين من الإهانة. الشعب اللي بكلمه بقى قبل ما أكلم الشرطة، لازم تتعاونوا مع رجال الشرطة أنهم يعودوا ويعودوا بكرامة. الشباب كانوا حريصين على حضور هذه اللقاءات إيمانا منهم بدورهم الفاعل في المجتمع، وخاصة بعد ثورة 25 من يناير، وبالطبع الأمر لم يخلو من بعض التوصيات. بنأكد أن الشرطة لازم ترجع بالقوة اللي كانت فيها، ولكن احترام لكل المواطنين، ما فيش كل المواطنين سواسية، ما فيش فرق بين مواطن ومواطن، كل المواطنين عنده الشرطة حاجة واحدة، مساواة وعدل بينه وبين أي مواطن، وإن الشرطة تأدي دورها بعيد عن جهاز أمن الدولة والكلام اللي كان موجود، يا الشرطة الحاجة الجنائية فقط. جايين نوصل رسالة يعني نقول للشرطة احنا عايزينهم، جايين نتناقش معاهم ونتكلم. صحيح في الفترة اللي فاتت كان في أخطاء كتير، كان في حاجات كتير مش عاجبانك، عايزين الوقت ده كل ده يتغير. لسه في خوف بين الناس، مش في ناس كتير جدا شاحة كبيرة مش قابلة ان الشرطة تنزل الشارع، رغم ان هم وجودهم دلوقتي ضروري جدا. لازم يكون في ثقة متبادلة، تاني حاجة احترام للثقة دي من قبل الشرطة ومن قبل الشعب. إذا كان تواجد رجال الشرطة في الشارع المصري أمر مهما، فالأمر الأكثر أهمية أن يبدأ الشعب والشرطة صفحة جديدة في فترة تحتاج إلى تكاتف كافة الأطراف للنهوض بالمجتمع.